أمورك كبير وإحنا نتربك البيت على اللي فيها. خلاص عبد الحكيم مش هنا مش كده؟ في مصر أنا عارف إنه بيحب يتدلى كل شوية على هناك عشان يروق راسه ومزاجه مش كده؟ عيب اللي بتعمله ده يا عمدة، مش بيت عبد الحكيم اللي تحوطه بغفرك. أهلا 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 بالكبير كبير العيلة، عملت فيها ذكر وجيت البيت هناك وعملت شويتين بتوعك اللي على مزاجك عملته. دلوقتي انت بيدك هتدخل تجيب زينب وتقول لي مرتك اهيه يا عمدة. خد غفرك وانقلع من هنا. لا ولا غفير هيتقطع من هنا، وما فيش حد هيخرج من البيت ده الا بعد ما زينب تكون معايا. واقول لك مع السلامه مروان. العمده جايب غفره وجاي ياخدك والدنيا خربانه تحت. الدنيا كلها مقلوبه عشان ست الحسن والجمال. انا معرفش بصراحه ان مروان ده يعني جدع قوي كده. تفتكري يا عمتي يعني هيخلي العمده يطلع؟ يطلع؟ يطلع فين؟ ده إذا طلع هيطلع ميت. مروان ده راجل كيف أبوه؟ كله اللي حرمة البيت. أنت اتجننت يا عمدة ولا إيه؟ لو كنت فاكر إنك تقدر تلمس شعرايا من زينب يبقى بموتك يا عثمان. يلا غوري من هنا غور. ماشي. قدامك ساعة واحدة يا مروان والزينب تبقى في يدي، ولو ما حصلش أنا هدخل بنفسي أجيبها بيدي. لو نخيت النهاردة ما هتقدرش ترفع عينك فيه. هو لازم أن يعرف إن بيت عبد الحكيم ما يتهنش أبدا. هتسيبه ياخدها مروان؟ هتسيبها له؟ مش أنت اللي عطيتيها ليه؟ ما أنا أصلي يعني. أصلك إيه؟ أصلك إيه؟ اوعى تقولي انك ما كنتيش عارفه انه ما ينفع لها شيء. اوعى تقولي انك كنت بتفكري انه هيصونها وحطها في حباب عينيه. ما هي كريمه كده. وانت كمان يمه. انت مش ده عقلك؟ مش انت اللي عايزه كريمه وبناتها يتذلوا ويتهانوا قدام عينيكي وما يقدروش يرفعوا راسهم تاني؟ عقولكم شفتوا عقولكم ودتنا لفين؟ غلكم ده ودانا لفين؟ عشان تعرفوا لو حد فينا مات هتبقوا انتوا السبب. يا مري هتعمل ايه يا مروان؟ مروان ايه يا مروان؟ مروان استنى استنى يا مروان اعجل يا ولدي يا حبيبي استنى. بلاش مر يا مروان. شكلكوا نسيتوا مين مروان ولد عبد الحكيم، ونسيتوا كمان مين الكبير واللي خلق الخلق. خطوة تانية وهكون ميتم عيالكم وفاحر قبركم بيدي. غوروا غوروا بلاش ادرمغها فوق راسكم. يلا شوية تريبة. انتي على بيتك ساعة جوا. خايف عليكي؟ حتى لو مش خايف عليكي مش هيسيبك عشان انتي بتدعم. مش هيسيبك حتى لو كنتي غلطانة، علشان ما ينفعش حد من بيت عبد الحكيم وخصوصا لو كانت واحدة ست حد يتحكم فيها أو يذلها. أنا بصراحة ما بقتش فاهمة حاجة، انتوا بتحبونا ولا بتكرهونا؟ يعني ممكن واحد منهم يضحي بروحه علشان واحدة مننا؟ يعني هو ممكن يديني روحه بس مش عايز يديني حقي وفلوسي ليه طيب؟ راجل يا ولدي راجل. ها يقتل من بناتك يا كريم. خلاص كفاية، مش عايز أسمع ولا كلمة في البيت دي. لا 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 وي.
خبر ايه؟ راحة فين؟ زينب اطلع حبيبتي لمي حاجتك، هاخدك وننزل مصر دلوقتي على طول. يلا يا بنتي. أنا ما كنتش خايفة، ما قلقتش ولا فكرت اللحظة واحدة إن رجله ممكن تخطي عتبة البيت. حتى لما سمعت ضرب النار ما تهزتش، مع إني ما بحبش الصوت العالي. أنا بخاف من ضرب النار حتى لو كان في فرح. عايزة إيه دلوقتي؟ عايزة أقول لك إن أنا عمري ما حسيت بالأمان زي ما حسيت بيه النهاردة. تخيل انت ابقى حاسه بالامان وانا حواليا ضرب نار وغفر وناس ممكن تموت بسببي. تخيل ابقى حاسه بالامان في وسط كل ده وكل اللي حصل يخليني احس بعكس كده. انت عارف انا حسيت بكده ليه؟ ليه؟ قول لي انت، انا بسالك. مش عارف، مش عايز اعرف كمان. كان ممكن غفر العمدة يضربوك بالنار. زينب هملين الروحي. انت عارف ان غفر العمدة كان وقتها ممكن يقتلوك ويقولوا ان انت حاولت التعدى عليه، ولا هو ولا غفر هياخدوا فيها ساعة حبس. زينب اطلعي لفوق. أنا عايزة أعرف أنت ليه عملت كده؟ ليه نسيت نفسك ونسيت حياتك وكل حاجة؟ وكل اللي بقيت بتفكر فيه هو إنك تحميني وبس. عشان أنت بنت عمي. لحمي ودمي. أنا ما كنتش قادر أفكر. أنتي مش زي أي واحدة فيهم، حتى أمك. عارفة يا زينب، والمصحف لو خط خطوة جوه البيت هيكون بموتي. يمكن أمي وأمك دلوقت داقين في خناق بعض، وأنا عارف أمك مش طايقة أمي، بتتمنى تموت النهاردة قبل بكرة. أمي كمان نفسها أمك تموت وتترمي جدا للكلاب. أبويا مش طايق أمك، وأمي مش طايقة أبوي. بس كل ده مش هيقطع حبل الود اللي بيننا. زينب انت ليكي حاجة في القلب من زمان وكتير قوي. انا بحس انك مسؤولة مني، بحس اني اسمع زينب، ما تخافي شيء، ما تخافيشي، محدش يقدر يقرب منك وانا جارك، واللي يقرب منك هنزف ونسف. انا عارفه ومتاكده من غير ما انت تقول، وعندي استعداد اخرج دلوقتي حالا والف في البلد دي كلها واعدي من قدام بيت العمده، ولا هيعرف يرفع عينه فيا.